اشمعنى حبيت شخصية سيف الخديوي وقلت هي دي اللي انا هبدأ بيها بقى في رمضان ده بعد الصفحة بتاعت الاختيار؟ لان هو شخصية جديدة عليا ومحدش تناولها في الدراما قبل كده، اللي هو الأبضاي، اللي هو الأبضاي ده لما يجي يحب يحب ازاي، وان هو بيحمي والحاجات دي محدش تناولها قبل كده، خصوصا ان هو كمان ما يعني كون ان انا وياسمين مع بعض في مسلسل واحد ده كمان ضغط نفسي عليا اكيد، فكان التركيز يعني مش بس عشان خايف من الاختيار، وكمان معانا وياسمين مع بعض، فالناس تقول ايه وهننجح ولا مش هننجح، فكل ده كان